خامس أيامنا من ضمن سباق ختام ميداني الطائف. إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، سيكون في هذا الصباح 20 شوطا حاضرة في هذا الصباح، 11 شوط للأبكار اللقاية والجذاع، و9 أشواط للقعدان اللقاية والجذاع. إذا سيكون في هذا صباح هذا اليوم 5 سيارات في صباح هذا اليوم، 3 سيارات للبكار، سيارتين للقعدان. أول أشواطنا في هذا الصباح اللاند كروزر، الله يا اللاند كروزر لمن؟ إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، هنا 28 اسم مشارك في هذا الصباح متابعينا مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرئيسي للابكار اللقاية والجذاع، ومن مسافة 5 كيلومترات متابعينا مشاهدينا الكرام. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، لحظات وينطلق الشوط الرئيسي للابكار اللقاية والجذاع، وأقوى أشواطنا في هذا الصباح. إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، لحظات ينطلق الشوط الرئيسي العالمية المتحدة زعزعة الرفاع المسك نجوم فيتال سيوف الحذافة وبراقة ومهاجرة والشانية والغزيل والشانية وبراقة وهفايف والشانية والكاسبية وشعلة والواصلة والشانية ومهابة والحقاوية واختيار ومحكمة وهجوم وذباحة والفيصلية. هكذا كانت الأسماء، 28 اسم مشارك في هذا الشوط. إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، لحظات ينطلق الشوط الرئيسي الشوط الأول للأبكار اللقاية والجذاع، واللاند كروزر في الانتظار مقدم من الشيخ خالد بن سعيد آل عبيد الهاجري، وله جزيل الشكر من يدعم هذا الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. إذا زايد سيف بالانتظار مقدم من محمد بن يحيى الغامدي. إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، كان الشوط الرئيسي، وانقل الكلمة إلى نايف بن سعود البلوي. شكرا للأخ والزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي على هذه المقدمة الجميلة ومساعدته وتواصله الدائم بالوصف والتعليق والإبداع، لأهنيه على ناموس يوم الأمس والانتصارات الدائمة. وشكرا جزيل لكافة إخواني المعلقين المتواجدين هنا في ميدان العرفة بمحافظة الطائف. هكذا على بركة الله وتوفيقه ينطلق أقوى الأشواط وأعتاها بالنسبة لسن اللقاية والإذاعة. انطلق شوط الإبداع، انطلق شوط الامتاع، انطلق شوط الكروزر البيك اب المقدم من خالد بن سعيد آل عبيد الهاجري، احد الداعمين واحد الرموز المهتمين برياضة الاباء والاجداد. فله جزيل الشكر والتقدير والامتنان والعرفان
إضافة إلى ذلك السيف المنتظر المقدم من الأخ العزيز محمد بن يحيى الغامدي. إذا متابعينا الكرام في كل مكان، مقدمة الشوط والمركز الأول من تتقدم وتنطلق، وصلت مع مقدمة الشوط شعار محمد بن سعيد الدهن يتقدم مع المركز الأول وينطلق بالتواجد الأول، ومع انطلاقة أول الأشواط لحظات لنتأكد ونتعرف على من تقود المسير، من تحتل المركز الأول من واقع الشعار، بينما المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني وصلت الرفاع وحمد بن سالم بن جهويل المري مع المركز الثاني متقدما ومنطلق مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث المتحدة المتقدمة مع المركز الثالث متقدمة مع المتحدة بشعار الشيخ خالد بن سعيد آل عبيد الهاجري، وفي الاتحاد قوة ليتحد مع المضمر مع القدير مع الخبير سعيد بن هديبان المري. وصلكم بن هديبان، وصل بطل الميادين المتنقلة وسفير الدولتين ليتقدم مع المتحدة ليتحد مع شعار العبيد. المركز الرابع وصل بن طويرش، وصل بن طويرش وتقدم مع المركز الرابع لينطلق ولعت 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 ودخنت دخنت دخنت في هذا الصباح الجميل. بن طويرش بن طويرش حرك الأمور حرك الأمور، حلواهم العمانية حلواهم العمانية، ولكن من أشعلها؟ من أشعل فتيل المعركة؟ من انطلق مع المركز الأول لينضم بالصدارة لينطلق مع مقدمة الشوط؟ مقدم لنا هذا الصراع مع بن جافلة، مع بن جافلة مع المركز الأول، بينما انطلق مع مقدمة الشوط غانم بن مسفر بن جافلة مقدم لمهاب المركز الثاني. المتحدة تنطلق مع المركز الثاني الشيخ خالد بن سعيد آل عبيد. فخر الهواجر يتحرك، فخر الهواجر يتحرك مع المركز الثاني سعيد بن هديبان المري في عملية التضمير. عادل الصراع، عادل النزاع. عبد الله بن طويرش ايضا يتقدم بشعاره الجميل وشعارهم سيفين وخنجرهم اعمانية. المركز الرابع الرفاع حمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الخامس ايضا المنظم في هذه اللحظات مع الشاهنية يتقدم عمر بن مبارك بن جافلة المري. بدأ التخطيط وبدأ التكتيك ايضا المنظم في هذه اللحظات. هفايف هفايف مرحبا بك يا الردادي. المقدم لهفايف سليمان بن ساطي الردادي يقدم هفايف، يبي لها متابعة يبي لها مراقبة، ولكن العودة العودة إلى فخر الهواجر، العودة إلى المتحدة بدون أي أوامر مع المركز الأول الشيخ خالد بن سعيد آل عبيد الهاجري، ويتقدم في التضمير في الانطلاق سعيد بن هديبان المري. ولكن بن جافلة بن جافلة خطط الأمور خطط الأمور وغير مع المركز الأول، انطلق مع الشاهنية
الشعبية عمر بن مبارك بن جافلة بن جافلة يا بن مبارك لمن نبارك لمن نبارك هذا الناموس هذا الانتصار الرداد قادم مع هفايف على مستوى المركز الثالث ولكن بن جافلة بن جافلة بن جافلة ما زال مع المركز الأول يمني النفس بأن ينقل السلامات إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن المتحدة تحركت تحركت أوه يا مالك الساعي يا مالك الساعي يقدم الغزيل بشان بن محمد بن بشان العجمي وصل مع الغزيل وصل مع الغزيل وبن جافلة والمتحدة والغزيل الغزيل بدأت تغازل تغازل وبن جافلة بن جافلة يطار مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات الحرجة الله يا بن جافلة الله يا بن جافلة يا بن جافلة دير بالك دير بالك بن بشان بن بشان مع المركز الثاني الكروزر الكروزر البيكوب إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وشوف المتحدة ما تحركت ما تحركت وبن بشان بن بشان بن بشان وبن جافلة فخر الهواجر فخر الهواجر فخر الهواجر آل عبيد آل عبيد آل عبيد الداعمون رمز المملكة يتحركون غادروا بالسلام غادروا بالناموس مع المتحدة مع زعزعة سعيد بن هديبان سعيد بن هديبان اتعبتهم في كل مكان آل عبيد آل عبيد فخر الهواجر فخر الهواجر ابناء الاكابر طاروا بالسلام طاروا بالناموس اكروزرهم اكروزرهم ناموسهم 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 للمملكة عامة للمملكة عامة آل عبيد آل عبيد الأبطال الأكرام الأبطال 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 فخر الهواجر يتحركون فتتحرك الدولتين معهم تهانينا والناموس للشيخ خالد بن سعيد آل عبيد الهاجري على فوز المتحدة ودائما في الاتحاد قوة والقوة يتحرك في هذا اليوم سعيد بن هديبان المري تاني على هذا الفوز المركز الثاني وصل شعار عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي مع سيوف المركز الثالث المسك حمد بن صالح القمرة المركز الرابع وصلت في الشاينية لعمر بن مبارك بن جافلة بينما المركز الخامس من واقع الشعار لخالد بن سعيد آل